درع البلد آثار قصف البراميل المتفجرة الأحياء درع البلد لأينا. هاي إصلاحاتك يا بشار، هاي إصلاحاتك تقصف الناس بالليل وهي نايمة بالبراميل وبالحاويات. شو الناس مساويت لك يا بشار؟ احنا ارهابية، انت وابوك الارهابية وكل عيلتكم. هاي انتخابات بتقدم للشو اسمه للانتخابات عمشان ننتخبك. بدك ياش بعد ننتخبك؟ شو بدك تساوي بين اكثر من هيك؟ ناس امنة اولاد واطفال وشيوخ ونساء، ليش ياش بتساوي بالناس؟ شو دخلنا احنا؟ روح على اسرائيل كاتل اسرائيل كانك زلمة ابن زلمة، روح اسرائيل كاتلها. كبرنا صندوق الانتخابات عمشان ننتخبه كمان ابن الحرام.